معكش اذا معكش حاجات يعني واشوف كده اشوف شغال مع بعض انا وطعمه. ايوه انا خدت فكره. بصوا زي ما كويس بس الدكتور كده شد 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 برضو مهم قوي انت شد في الاول عشان ما تبقاش شكلك ما ايه تبوظ. ايوه شوف الدكتور شوف الدكتور ها استنى ايوه فين الموزه هقول لك اهو موزه هو اللي معمول في الخطه شاطر بره لهم كده. ايوه تمام بقى ها بص الابره بص بعد ما تطلعها سيبها من البتاع ده سيبها في الهواء خالص سيبها هنا بقى مش مشكله ركز انت بقى معاك مش مشكله عايز ترمير مين مش مشكله بس عشان توفر في الخيط استنى ايوه هاتوا بقى محتاجه نص يا جماعه انت جايبه انت جايبه من الناحيه دي بص يا عم على ايديك مش كده ماشي لفها ده هاتوا
شد النادي الهزر مع نفسه. لا ليه انت ربطت كده غلط؟ لا مش صح. انت عم اديني فرصه بس اصبر بس كده في الكاميرا جاي امسك هنا لما تيجي تمسك تمسك لما تمسكش من هنا شد بقى عليه شايفه كده حد عليه الهدف ايه بقى الكره ان دي ايوه بص كده جبنا بقت غرزه لو انت يعني كده غرزه شاطره فهمت لما تيجي تعملها تعالى اشاركوا خلاص ايوه اي خد بقى عشان هتيجي كده ايوه فاهم ما انا حركت بدينا التين تمام تمام سيبني قومي تاني انا عايش كورس بس عامل ايه مع العكس كده ولا شفتيها تكت ولما تنزل حدا الاول بره اللي خدتها لك اصلا وبعدين المره الجايه هو حاطط ده بره ولازم لا انا عملت اوتوماتيك المره دي قلت كله كويس لما انا حطيت جاد واي مسحت بالعكس بس هو صغير هو حاطط برده بره يعني بيكون عندك سيرفيس المره دي لقيتها برده جت خد ظبطت كله كويس ناخد ايه من جوه بس الرينج احسن بس رجع ايه ماس فين